السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم الطبله اللي حضرت بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. كما كتشوفوا هاد الطبله وجدتها، غنجمعوا عليها حنا والحباب ان شاء الله. كما كتشوفوا المخنفر اللي شاركت معكم والحلوه اللي شاركت معكم حتى هي، وكاين البطبوط والمسمن اللي ما تيخطا حتى عائله مغربيه، وكاين دي ميني بيتزا وتشيز كيك وكيكه بالتفاح وكيكه بالفيرميسيل. هاد الاطباق كاملين اي وحده كتوجدهم ملي كتكون شي مناسبه او العيد كيخطاو حتى عائله مغربيه. كما كتشوفوا الجلسه ديالنا ما غتكتملش بلا صينيه ديال اتاي. نخليكم دابا مع تتمه الفيديو، واللي عجبو الفيديو بارطاجيه، واللي اول مره غيزور القناه ديالي يشترك فيها، وشكرا لكم على المتابعه.